عايزه اعرف الناس كده بدور الفنان الكبير احمد فؤاد سليم في حرب اكتوبر. لا انا دوري كنت جندي يعني، مجرد جندي بيأدي مجرد واجبه. جندي، بلاش تقعد. اي حد في حرب اكتوبر، كل اللي كانوا في اكتوبر ابطال. بس كانت فرقه حضرتك دفاع جوي؟ كنت دفاع جوي. انا ابتديت مواسير الاول، كنت على مدفع 23 ملي. اسمها مواسير، تقال عليها ايوه مواسير. بتقال عليه مواسير. كان بيضرب 1000 طلقه في دقيقه. ورحت سفاجه الاول، كنا بنحمي الاسطول بتاعنا بعد ما لف حوالين راس الرجاء الصالح ورجع بقى من الخليج من تحت من باب المندب على البحر الاحمر، استقر في منطقه سفاجه. فكنت انا موجود في السويس في الوقت ده، حضرت للاسف يعني ضربه الزيتيه الاولى في السويس، وحضرتها مرتين ضربه الزيتيه دي، مره قبل ما اروح سفاجه ومره بعد ما جيت من سفاجه. فبعد ما كنت في مواسير في سفاجه كان بدايه بقى ايه التفكير في الصواريخ المضاده للطائرات. ما كناش لسه دخلنا مرحله الصواريخ المضاده للطائرات. حضرتك استحقت بجيش قبل نصر اكتوبر بقد ايه؟ انا دخلت 68. ده يعني دخلت في الوقت العصيب. اول دخول المؤهلات للجيش. للجيش المصري. الجيش كان قبل كده في مرحله يعني انا اتخيل ان حرب اكتوبر او ما قبل حرب اكتوبر والاعداد لحرب اكتوبر انا رايي انها كانت بدايه مصر الحديثه، يعني مصر الجديده. لان احنا كنا ما قبل حرب اكتوبر العسكريه كانت شيء، والاعداد لحرب اكتوبر وحرب اكتوبر كان شيء اخر. يعني حتى الجندي، خلفيه الجندي زي يعني حضرتك عايز تقول انه كانت مختلفة في حرب أكتوبر. ايوه يعني كان في إرادة حقيقية للحرب. قبل كده احنا ما كناش واخدين المسألة، احنا كنا حاسنين النية جدا. كمجتمع وكشعب، واحنا الحقيقة مصر طول عمرها لا تعتدي على أحد يعني. احنا ما احنا الشعوب بتغزو ولا شعوب بتعتدي ولا أي ده شيء على مدار التاريخ، تحمي نفسها وتنتصر دفاعا عن الارض. فكان الواقع بيقول ان احنا بنبني وبنعمل السد العالي وبنعمل مصر وعايزين نستقر وقاعدين بقى كده. فقال لك مش عارف ايه، فمش متخيلين ان ممكن يعني احنا اتخدعنا في 67. يعني انا رايي انها كانت خدعه في 67.